ياه، اخيرا بنتي نامت. انا بقول بقى ان انا ممكن اشرب حاجه سخنه بقى واقعد مع نفسي شويه. بس طب ما هي هتصحى بدري وهتصحيني وهبقى مرهقه وتعبانه. هو انا كنت ام كويسه النهارده؟ انا حاسه ان انا زعلتها، هو انا اتعصبت عليها؟ انا نفسي اشتغل قوي، انا حاسه ان انا مش مستفيده من يومي، حاسه ان انا يومي ضاع. هو انا ليه كده حاسه ان انا ما عنديش قيمه؟ مش مهم، انا هعمل حاجه اشربها وهقعد اروق على نفسي. طيب يا ترى بنتي مبسوطة مني وبتحبني؟ يا ترى بتفكر في ايه جوه دماغها؟ يا المفروض بقى اعودها على البوتي تريننج. هو انا فعلا مش ام كويسة؟ انا حاسة ان ضميري وجعني بس مش عارفة ليه. انام ولا اقعد؟ طب انام ولا اشتغل شوية؟ انام ولا اتفرج على حاجة بحبها؟ وطرتك صح؟ بس الحقيقة دي افكار كل ام بعد ما اطفالهم بتنام. انا هدير رؤوف، مامة خديجة، عندها 2.5 سنين ودلوقتي الساعة 5 الفجر وهي لسه نايمة من نص ساعة. قررت النهاردة ان انا اعمل الفيديو ده لكل ام لسه سهرانة لحد دلوقتي وابنها غلبها في النوم، وطبطب عليكم كده بشوية حاجات بعد 2 سنين امومة اكتشفتها. الفيديو ده ممكن يغير نظرتك للامومة ويغير من نفسيتك كتير. اهم حاجة تبعي للاخر، وعايزة اقولك قومي اعملي حاجة اشربيها طالما كده كده مش عارفة تنامي، واقضي على الافكار دي وروقي على نفسك واتفرجي كمان على الفيديو ده. يا صباح الخير على كل ام لحد دلوقتي مش عارفة تنام. الصبح طلع حضرتك وانتي مش عارفة تنام، معاكي بقى بيبي مسهرك، نام متأخر، ايا كان زي ما قلتلكوا في اول الفيديو انا معاكوا عشان اخفف عليا وعليكوا ونبقى مع بعض كده ايد واحدة. فالفيديو ده لكل ام هي مرهقة او محبطة او حتى مكتئبة او حاسة ان حياتها وقفت وتغيرت، حابة ان انتي تشوفي الفيديو ده لازم 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 للاخر، وتخلي كل ام تانية كمان تشوفه. اعتقد ان شاء الله انه هيفيدكوا كتير. ان انا اسمع من شخص هو مر بنفس تجربتي، فده بيخليني ان انا حاسه انه طب اوكي طالما هو شايف كده طب ما انا كمان ممكن اتغير للاحسن في ده. انا مش جايه اقول لكم ان الحياه ورديه، خصوصا ان انا عادي ممكن كنت بعيط امبارح ولكن انا جايه الصراحه اقول خلاصه تجربتي لمده 2 سنين مع خديجه، فجايه اقول لكم شويه حاجات انا اكتشفتها ومتاكده منها وراضيه عنها وعايزه اعرفها لكم. اول حاجه وهي اهم حاجه شايفه ان انا لازم ابدا منها، لان هي مشهوره، ان احنا في وقت احباطنا بنعتقد ان الخلفه دي هي قيد، احنا خلاص اتسلسلنا بسلاسل ومش عارفين نتحرك. ويمكن وانا حامل كنت شفت بوست كده مصور ام وفي رجلها زي كلبشات مربوطة في البيبي، وان هي قد ايه هي حزينة، وبصراحة الصورة دي عصبتني جدا وانا كنت حامل، وحسيت ان هي بتدي باد فايبس، رغم اني احيانا كتير بعتقد كده، ولكن الحقيقة مش كده خالص. القيود اللي انت بتحس بيها بتكون احنا كامهات اللي حطناها على نفسنا، يا اما بقى من معتقدات كانت في دماغنا قبل كده، يا اما احنا اعتقاداتنا بقت خلاص غلط بس احنا حافظين مش فاهمين، حافظين ان احنا حياتنا لازم تتغير بعد الخلفة ولازم ان احنا نكون عندنا قيد ومخنوقين ومربوطين. وفعلا احنا بنحس كده وبنكون كده، بس مش السبب الخلفة ولا الاطفال ولا حتى المسؤوليات، السبب هي اختياراتنا. كم مرة كان عندك اختيارين وانت اخترتي واحد منهم؟ يعني كم مرة كان عندك اختيار انك تروقي البيت او تسمعي اغنية من زمان قوي ما سمعتهاش؟ طب كان عندك اختيار ما بين انك تخشي تعملي شعرك او انك تاخدي ناب صغيرة؟ طب كان عندك اختيار ما بين ان انت تصحي بالظبط على ميعاد البيبي او انك تصحي قبله نص ساعة بس هتبقي مرهقة شوية بس يمكن يبقى عندك وقت تعملي حاجة لنفسك؟ الحقيقة انا مش بحكم عليكم، ده دي اختياراتي انا كمان. اللي عايزة اقوله ان انا كهدير اكتشفت انه انا مش متأيدة، هو انا مختارة ان انا اتأيد. 100 مرة بيكون عندي فرصة ان انا اخرج ولكني بفضل اقول انا لسه هخرج وهلبسها ايه وهأكلها ايه وهاخد معايا حاجات وهتزهق وهتعيط، مع اني كان عندي اوبشن تاني ان انا اعودها واخرج بيها كتير فكان الموضوع هيبقى سلس، ولكني واصلة دلوقتي ان خروجي معايا مش اسلس حاجة لو انا لوحدي، وده طبعا غلط، ولكن ده كان اختياري، اخترت ان انا اقيد نفسي في كل نزلة رغم ان انا ينفع اخليها سموز واجرب مرة واثنين وثلاثة. كل اللي هبقى محتاجة بس ان انا ااهل، اختار مكان مناسب، انزل في وقت مناسب، يكون معايا كل المستلزمات اللي هي ممكن تحتاجها، حاجات بسيطة قوي هتخلي الخروج اسهل وابسط. انا كهدير مخنوقة عايزة اخرج،
بس بقالي اسبوع بختار ان انا انام على ان انا اخرج، وبرجع ازعل بقول انا متأيدة انا ما عدتش بخرج، انا بقيت على طول في البيت رغم ان كل حاجة متاحة لي ان انا اخرج، بس انا اللي قررت انام ما اخرجش. فاللي عايزة اقوله انه انا اللي انا معتقداه رغم انه احيانا كتير وانا بعيط ممكن اكون امبارح كنت شايفة كده بشوف انه بقى فيه قيد، ولكن القيد مش في وجود طفل في حياتك، القيد في طريقة تفكيرنا واختياراتنا. فاختياراتك بجد هي اللي بتحدد انتي متأيدة ولا لا. احساس ان انتي تختاري دايما حاجات هتديلك انتي احساس حلو، ده بيخليكي مبسوطة في حياتك، وبالتالي بتبسطي الباقي، وبالتالي ما بتعمليش كل حاجة تحت ضغط. فاول قاعدة محتاجين نعرفها ونتعلمها ان الامومة مش قيد، ولكن القيود هي في نوع اختياراتنا احنا. تاني حاجة بقى واللي بجد اكتشفتها ان فيديوهات التربية الايجابية احيانا بتكون من اكتر الفيديوهات اللي ممكن تضغط عليكي كأم بجد والله. وعجبني قوي واحدة برضو بتعمل فيديوهات عن التربية الايجابية الواقعية، هي بتقولك في ناس بجد بتطلع هي متخيلة ان الحياة وردي، يعني البيبي بقى بيكسر البيت وانت تقوله يلا حمادة يلا حبيبي يلا مش عارفة ايه يلا يا توتي يلا يا كوكو ما تعملش كده يا مامي، رغم ان مش دي التربيه الايجابيه يا جماعه، دي الافاره الايجابيه. ولكن طلعت واحده متخصصه، عشان ما تقولوش ان انا مش متخصصه بقول اي كلام، هي قالت انه مش ده الصح، الصح ان انا هاخد البيبي ونظرتي هتبقى في عينه وهنزل لمستواه وهتكلم معاه بحزم وهقوله ان هو لازم يوقف السلوك ده دلوقتي حالا، واديله اختيارين يعمل فيهم. فاللي انا عايزه اقوله ان التربيه الايجابيه الاوفر اللي احنا بنشوفها اللي هي مش واقعيه ومش منطقيه واللي تحسي فعلا فيها بتلزيق شويه، دي بتضغط علينا احيانا، لان انتي بتبصي بتلاقيكي الواقع غير كده. وعايزه اقول لكم حاجه، انا من وجهه نظري مش شايفه ان في رول واحده في التعامل مع الطفل، لان كل طفل مختلف وكل بيئه مختلفه وكل ام مختلفه. انا شايفه طالما مفيش اذيه نفسيه او جسديه فالموضوع بيبقى محتاج انك تستفتي قلبك. هتقولي لي ده علم ودراسه، انا بحترمه جدا وانا نفسي برجع له لما بكون تايهه في حاجه معينه وبسيرش على حالات متشابهه عشان اعرف اتعامل صح، ولكن العلم نفسه بيتحدث دايما، والتحديث ده بيجي من حالات جديده او شخصيات جديده او سلوكيات جديده واكتشافات جديدة اكتشفتها ام. علشان كده مهم جدا انك ما تضغطيش على نفسك ودايما تستفتي قلبك وتكوني واثقة فيه. وفي كتاب جدد حياتك كنت بقراه من قريب، كان مكتوب ان في ديننا الاسلامي قال استفتي قلبك، ولكن هو عمره ما هيروح لشخص شرير ويقوله استفتي قلبك، هو بيتكلم على الشخص الطيب اللي هو اصلا مسلم اللي محتار في حاجة معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم متأكد ان هو لما هيستفتي قلبه هيمشي في الطريق الصح. نفس الموضوع، انتي ام الطفل ده طالما انتي مش بتأذيه نفسيا ولا جسديا ولا بتتعدي عليه ولا بتسببي له اي اذى، فاستفتي قلبك وخليكي واثقه دايما في احساسك وان شاء الله هتعملي الصح. وعادي جدا ان احنا احيانا نغلط، ولكن لازم نعرف ان احنا لما نغلط نتعامل ازاي مع الغلط ده عشان ما ياثرش تاثير كبير على ابننا. تالت بقى نصيحه واللي هي حابه اقولها لك، بلاش التفاني الاوفر، بلاش اكون حافظه انه انا يلا انا هتجوز انا مش هعمل اي حاجه في حياتي غير بيتي وعيالي وجوزي. ده غلط وده اختيار زي ما قلت في اول نقطه. لو انت مرهقه دلوقتي وحاسه ان حياتك بايظه ومش عارفه تعملي اي حاجه، انا جايه وبقول لك بجد في 100,000 حاجه نقدر نعملها من البيت، ونقدر نعملها مع طفل شهور، ونقدر نعملها مع طفل سنه وسنتين. ان احنا بنبقى داخلين خلاص المجتمع حطنا في صندوق معين ان الامومه يعني التفاني، يعني مش تعرفي تخرجي، يعني مش تعرفي تعملي. فمعظم الناس بتخش بالاتيتيود ده، ما بتعملش غير ان هي تكون ام للطفل وقاعده في البيت، ومفيش مشكله انك تعملي كده لو انت راضيه ومبسوطه وده اختيارك. ولكن دايما بتجيلي مسدجات انا حاسه ان انا تايهه وعايزه اعمل لنفسي حاجه وحاسه ان انا حياتي راحت وحاسه ان انا. فاللي انا عايزه اقوله، انا حد مريت باكتئاب الولاده وما بعد الولاده، ما بعد سنه من الولاده وما بعد سنتين من الولاده، مريت بكل انواع الاكتئابات الاموميه في الدنيا. ولكن انا دايما بحب افكر، بحب دايما ما اثقش في افكاري السلبيه وما بثقش في احساسي السلبي، دايما بدور الاحسن. فبقيت اعمل ايه لما انا بكون شايفه ان حياتي واقفه؟ بخش على اليوتيوب اعمل سيرش على امهات خصوصا اجانب، عشان هم بجد منظمين اكتر في حياتهم. فبخش على فيديوهات اجانب اشوف مثلا اكتب يوم ان يومها مع البيبي بتاعها، وبلاقيها ان هي عارفه تعمل حاجات كتير قوي. فبقول يبقى انا اختياري ان انا مش عارفه اعمل، يبقى دي طاقتي، يبقى انا احاول اشتغل على ده، احاول الاقي حلول، احاول احسن طاقتي. فمن الاخر يعني انت يا امي يا جميله يا سهرانه دلوقتي، عايزه اقول لك اختاري في معظم الوقت اختيارات تخص راحتك ومزاجك وسعادتك. واخر نصيحه بقى بقولها لك، اتس اوكي انك تطلبي المساعده من بابا ابنك او بنتك،
يا جماعة احنا متشاركين في حياتنا، لازم نفهم ان الاب مش بس دوره الفلوس. انا عارفة ان هو بيتعب يشقى وبيطلع عينه، واحنا كمان بنتعب وبنشقى وبنطلع عينا. الحياة مشاركة، دايما سندوا بعض. زي ما هو لو احتاج منك حاجة انت تروحي تبيعي حاجتك وهتحاولي انك تساعديه وتقفي جنبه، ولما عملتيش كده هيتقال عليكي وحشة. نفس الموضوع انت كأب، وقف جنبها وسندها، سندها نفسيا ومعنويا، حاول تخفف عليها. مش هيحصل اي حاجة لو خدت منها البيبي ساعة تلعب معاه، او تخرجه بالعربية وهي تقعد في البيت لوحدها، او تساعدها ان هي تاخد كورس معين ساعة في اليوم تاخد انت في ابنكو او بنتكو. فبجد ما تخجليش من المساعدة، وحاولي ان من اول الولادة تعودي جوزك على انه يشاركك في كل التفاصيل، حتى عشان هو هيكون مبسوط لما ابنه كبر، هيحس ان هو كان ليه بصمة في كل لحظة من لحظات حياته. ففي النهاية دول كام نصيحة كنت حابة ان انا اقولهم لكم، واقول كل ام هي سهرانة دلوقتي. والفيديو الجاي، في فيديو جاي هيبقى عن الحاجات اللي ممكن تعمليها من البيت بكل سهولة، وازاي تنظميها مع ابنك. هحاول ان انا اجمع لكم لست بشوية حاجات. واحب اقول لكم كمان انه انتي بتقومي بدور عظيم، وانتي ام كويسة مهما انتي بتشكي في ده مش حقيقي. وطفلك مهما كانت سلوكياته صعبة وانتي حاسة بالعجز لانك مش عارفة اصح طريقة، مش هقولك غير استفتي قلبك وتأكدي انك هتعملي الصح. اخر حاجة، ما تسمعيش الاراء المتضاربة اللي حواليك كتير، عشان انتي مامت البيبي وانتي اللي تبقي حاسة بيه وانتي قدرة واحدة بيه. صدقيني انتي ام ناجحة، واي قرار هتاخديه ان شاء الله هيكون هو القرار الصح بنسبة كبيرة، ولو كان غلط ما تخافيش، هتقدري حتى ساعتها تصلحي. حبيت النهاردة اطبطب على كل ام بتعاني، عشان انا بقيت ام زيكم كده وبيطلع عيني. حبيت اطبطب عليكم، واحب اقول لكم ان انا هصوت كمان ساعة لما تيجي تصحى عشان ما نمتش، بس الحمد لله. انا مبسوطة بالفيديو ده قوي، يا رب اكون فدتكم باي حاجة بسيطة. بحبكم قوي قوي قوي، باي.